ايه الركوب دون سرج، شرح عام عن ركوب دون سرج. طبعا تكلمنا فيه كثير نقطة، بس زي ما قلت بث مباشر اكرر عمليات او اشياء قلتها باليوتيوب عشان تعاد المسألة اللي يبغى يفهمها، ونرجعها باليوتيوب بشكل ارتب. خلينا نقول الركوب بدون سرج من الالف الى الياء، خلينا نسمي المقطع شرح عام عن الركوب بدون سرج من الالف الى الياء. رقم واحد، الركوب بدون سرج اريح للحصان، اقرب لطبيعة الحصان، يجبرك على تعلم التوازن الطبيعي فوق ظهر الحصان لانه اصعب بمراحل. الركوب بالسرج اريح للخيال، انظف لملابس الخيال، اسهل من نواحي الطيحات التقل، مع ان في خطورة انك لو طحت تعلق رجلك في الركابة قد تكون اصابة قوية، لكن بشكل عام الطيحة بالسرج اقل من الطيحة بدون سرج، يعني مقابل كل 10 مرات تطيح بدون سرج 3 أو 5 مرات تطيح اذا كنت راكب بالسرج. فالسرج اريح للخيال، انظف لملابسه، امن من نواحي معينة. ركوب بدون سرج اريح للحصان، اقرب لطبيعته، يجبرك على تعلم التوازن الطبيعي فوق ظهر الحصان لان ببساطة شيء اصعب. ايش معناته اصعب؟ ببساطة ما في شيء يثبتك على الحصان. انا لما اجي اركب الحصان بسرج وزني كله على الركابة، يعني اثبت وزني على الركابة والركابة تساعدني على الثبات فوق ظهر الحصان. لما اركب بدون سرج لا يساعدني شيء على الثبات فوق ظهر الحصان، فاضطر على تثبيت نفسي فوق ظهر الحصان يعني بنفسي، ما في شيء يساعدني على الثبات. فهذا يطور بشكل اسرع، يجبرك على التعلم بشكل اسرع، زي بالضبط الفرق بين سواقه جير اوتوماتيك جير عادي في السيارات، او زي الفرق بين مثلا شخص يطبق كاتات كاراتيه او تايكوندو في قتال شوارع او قتال حقيقي خلينا نقول، وشخص يطبقها بصاله اللي قدامك كيس الطقه. اما بروسلي لما جاء واحد من حبيب الكاراتيه اللي يكسرون الصبات هذه الطوب، قال له انت مزعجنا وكونغ فو خرابيط وما تكسر اشياء زي ما نكسرها احنا، هل تستطيع كسرها؟ قال له الطوب ما يرد عليك، بريكس دونت هيت باك، لما تطق الطوبه او الصبه ما ترد عليك. فانت ممكن تضرب طوبه اقوى ما عندك تنكسر بالفعل، وتجي تطق واحد اضعف من الطوبه ويرد عليك كسرك. فلما تتعامل مع حصان وشيء يساعدك على الحصان بالثبات زي السرج، طوركم بطيء. يعني اللي تعلمه بسنة بدون سرج تعلمه بخمس سنوات بالسرج، لأن السرج ببساطة يخرب عليك التطور بشكل سريع، يساعدك على خلينا نقول عدم الاهتمام بسرعة التطور. أنا شبهها بموضوع إنك قاعد في مكتب وسكرتير لمكتب آخر، جيك أوراق 20 ورقة 30 ورقة يحتاج يوقعها فرضا المدير أو الشخص اللي في المكتب، أنت تعطيه بعض الأوراق والباقي تحطه بالدرج. بعد فترة طردك أو مثلا استقلت، صار ما عنده سكرتير، صارت الأوراق اللي تجي كثيرة، يعتقد أن الأوراق زادت، هي ما زادت ما تغيرت، هي نفس الأوراق لكن ما كانت تدخل عليه، يعني كان كل شهر يجي 20 ورقة تدخل 2 والباقي تتركه. الآن صار يجي 20 ورقة كلها تدخل عليه لما عنده سكرتير. هذا الفرق بين السرج والركوب بدون سرج. السرج أو بدون سرج الحصان بيسوي نفس الحركات، لكن 80% من الحركات اللي يسويها الحصان لما تكون راكب بالسرج ما تحس فيها ولا تطور بسببها ولا تتعلم منها. لما تكون راكب بدون سرج يجبرك الحصان اجبار، تعلم ولا ترى بتاكلها، تعلم ولا ترى بتعور، تعلم ولا ترى بتنحس. هذا خلينا نقول الشرح التفصيلي الاول. رقم واحد. رقم اثنين، اثباتات اللي ما ادعيه ولا ما اقول. اثبات رقم واحد، جرب نفسك. اول اثبات، اركب بدون سرج ثم اركب سرج نفس الحصان نفس الحاله، شو الفرق؟ هذا رقم واحد. رقم اثنين، اي شخص يركب ركوب صحيح اطلب منه ركوب بدون سرج، لاحظ كيف يجيب نفس النتيجة بدون سرج. أي شخص يركب ركوب خاطئ أطلب منه ركوب بدون سرج، لاحظ النتيجة تغيرت. يعني الركوب الجيد سرج أو بدون سرج متحكم، اللي ركوبه السيء مجرد أن يشيل السرج يطيح. فهذا يقطعي أن الركوب بدون سرج مو سهل على يركب ركوب خاطئ، بينما هو سهل أو طبيعي على يركب ركوب جيد. ثلاثة، جميع طرق الركوب الصحيحة عبر التاريخ، إسبانية، بريساج، فرنسية، غربية أمريكية، عربية قديما، في الجيوش قديما في الحرب العالمية الأولى والثانية وغيره، يعتمدون على الركوب دون سرج في البدايات لتعلم التوازن الطبيعي فوق ظهر الحصان. أتكلم عن أسماء معروفة، مونتي روبرت، بات بيرلي، كنت أندرسون، بابلو هرموزو في الطريقة الإسبانية، مدسة الفرنسية في فرنسا، مدسة الإسبانية في فيينا، الطريقة الأمريكية الغربية، الحرب العالمية عند هتلر الجيش الألماني، جميعهم بدون استثناء يعلمون في فترة معينة الركوب بدون سرج بشكل مكثف، والسبب واحد، لتعلم التوازن الطبيعي فوق ظهر الحصان قبل التعلم على التوازن عن طريق السرج.
بل حتى مدارس القفز اللي ما يهتمون في النقطة هذه أيضا يشغلون الناحية هذه في الطلاب لما يخلون يركب السرج دون ركابة، يطلع الجمل ركابة. فتعلم التوازن الطبيعي فوق ظهر الحصان عن طريق عدم استعمال السرج أو على الأقل عدم استعمال الركابة متفق عليه في الرواية التاريخية. الرسول صلى الله عليه وسلم كان راكب حصان يسمونه الحروم في المدينة، كان يحرم ما يتحرك، فكان في صريخ في المدينة واستعجل وركب حصان وطلع فيه. لما طلعوا أصحاب الحصان ما لقوه، شوي جاهم الرسول صلى الله عليه وسلم كان راكب الحصان ومتقلد السيف أو القوس أو الرمح، فقالوا كيف وجدت يا رسول الله؟ إنه حرون. قال وجدته بحرا، يعني حصان خلينا نقول معطي يعطيك، فسموه بحر. بعيدا طبعا الإعجاز وأن رسول وهذه أمور لا شكل لها دور، بس بشكل عام أنه ركب الحصان بدون سرج. الرواية تقول جاء راكب الحصان متضيع إعراء أو عراء يعني بدون سرج، فركب الحصان ولحق الناس اللي لاحقين الإبل وفكها منهم بدون سرج. طبعا هذا شيء مو فقط في الرواية هذه، معروف عبر التاريخ عند العرب بالذات عندما تكون راكب حصان في بادية في بر جاك غزو، مو معقول تركب الحصان تشد السرج توزن السرج تبنز الحصان تحس الحصان تنظف شعره تركب العنان الحصان جاهز وركبه مش باللي فيه زين لانه الحمر. فدائما اقول نقطة معينة ثابتة تاريخيا حاول ترجع لها. اكثر ركز زين لغويا فيما سأقول، اكثر من ركب بدون سرج بعد اختراع السرج، مرة اخرى اكثر من ركب بدون سرج بعد اختراع السرج هم العرب والهنود الحمر. لماذا وضعهم شكل الهنود الحمر كانوا يسمونهم بدو امريكا، البدو كانوا يسمون الهنود الحمر بدو امريكا لانهم باختصار رحل مو محل واحد. فاثناء غزو لا يمكن اصلا انت فايت ركب سرج، كان الحصان عليه سرج كويس ما عليه سرج تسوي، فكان اصلا مضطرين لكم بدون سرج. فلا شك ركوب السرج مهم جدا خاصه في قتال في معركه. يقال ان من اعظم الاختراعات عبر التاريخ اختراع الركابه، كان العرب البشر كلهم يركبون الخيل بدون عنان، ثم ركبوا الحبل، ثم ركبوا الشكيمه، ثم اخترعوا اللبانه، ثم اخترعوا السرج بقربوس بدون ركبات، وبعد قرون اخترعوا الركبات او الركاب. اختراع الركاب كان من اعظم الاختراعات ذاك الوقت لانه يساعدك على الطعن، لما تطعن المقاتل قدامك بدون ركابه تطيح، لكن لما يكون في ركابه تحط وزنك كله على الركابه تطعن، فهو من اعظم الاختراعات لا شك فيه. انت قاعد تدخل معركه حرب، ولكن تخيل شخص يدخل معركه حرب بدون سرج. اغلب العرب دخلوا معارك بدون سرج وثابت تاريخيا. دريد بن الصمة من رؤساء ورؤوس هوازن في الجاهليه، وفي حنين كان كبير في السن تخرف بس جابوه شكل ما يعني الحميه وغيره، وكان قائد هوازن وثقيف في المعركه هذيك في حنين، جاب النساء والغنم والحلال وكله وجابهم مع الجيش، قال عشان الناس يقاتلون من اجل حلالهم ونسائهم. فسمع دريد بن الصمة صوتهم، قالوا وش عندكم جايبين النساء والابل والغنم والحلال؟ قال ان قائدنا يقول ان الجيش سيقاتل بحميه اكثر بسبب الشيء هذا. قال ما عنده سالفه، طبعا ترجمه سعودي ما عنده سالفه، المفروض خلاهم بالقلعه حق الثقيف، اذا هزمتوا على الاقل حلالكم وحريمكم ما حد جاهم، وان انتصرتوا رجعتوا لهم. فقال قائد هوازن، هذا شخص خرف كبير، ان ما طاوعتوني فيما قلت بحط السيف على بطني وبذبح نفسي، اصر وطبقوا اللي يبغاه. طبعا هزموا ثقيف وهوازن هزمت في حنين، وبالفعل كلام دريد بن الصمة حصل، سبوا النساء وخذوا الحلال، وهذا قصه معروفه. الزبده اللي يبغى يقولها في دريد بن الصمة، يقال انه كان في هودج مع النساء انه كبير في السن، كانوا عقب الهزيمه كتائب المسلمين تلحقهم كتائب، يعني اربعه خمسه يلحقون لهم مجموعه، اربعه خمسه يلحقون مجموعه، كل واحد يبغى غنائم. فيقول واحد لحقتهم لقيتهم في الظعن، والظعن ماشيه وعليها الهودج حق النساء. يقول نزلت البعير نوخته، طلع رجال اللي جوا اللي درد من الصمة، كان شبي كبير شايب. يقول فكيت عمامه، فسخت عمامته، ضربته بالسيف. يقول يوم ضربته ما اثر في السيف، ما مات، ما قتل. يقول طالع فيني قال بئس ما سلحتك امك به يا فتى، اذا اردت ان تضرب فارفع عن العظم وانزل عن اللحم، يعني علمه في المكان يطق فيه. وقال بعد ما تقتلني راح اسال امهاتك او جداتك كم واحده من جداتك في الجاهليه انقذتها من غزو او صريخ الى اخره. يقول بالفعل قتلته، خدت اللي معه ورجعت وسالت جدتي او امي او شيء زي كذا، قالت ان اربعه من جداتك المباشرات بالفعل دافع عنهم، ويقال ان 200 غزوه في الجاهليه غزا فيها عراء دون سرج ولم يهزم. يقول اني مقتلتك شفت عن لبسه، فاذا افخاذه كالقرطاس، لغويا فاذا افخاذه كالقرطاس
من ركوب الخيل إعراء، أفخاذه كالقرطاس من ركوب الخيل إعراء، جرح متشقة وركوب الخيل بدون سرج 200 غزوة. وانا نركب بدون سرج صار يخاف من كيف تطيح من الجهة الثانية. تخيل شخص يقاتل في معركة بدون سرج. فمو بس ركب بدون سرج، ركب بدون سرج في أعظم أو أقوى خلينا نقول اختبار في التحكم. هذا النقطة الثانية، أن الركوب بدون سرج يطور ركوبك بشكل جذري بإثباتات تاريخية. رقم ثلاثة وهو الأهم وهو الأساس بالنسبة لي أنا شخصيا، ببساطة ركبت بسرج أو ركبت بدون سرج تحكمت بالحصان شرق زين، ركبت بسرج ركبت بدون سرج ما تحكمت بالحصان شرق خطأ. وهذا الوقت الحالي احنا تكلمنا بالسرج بدون سرج بشكل عام وش الميزات وش العيوب، بشكل عام وش الميزات العيوب، ثم تكلمنا في الإثباتات. الآن نتكلم بالسرج أو بدون سرج وضعنا الحالي، معنا من الماضي والخرابيط الفاضية اللي قلناها كلها، نتكلم في الحال الوضع الحالي. تتحكم بالفعل شرق زين، ما تحكمت شرق خطأ، سواء ركبت بسرج أو ركبت بدون سرج. لأن كثير من الناس يركبون بدون سرج ويعتقدون ركوب بدون سرج صح. طيب ركبت بدون سرج حصان هج فيك وما تحكمت فيه وما توقف بسهولة ومستحيل ترجع ورا وما تحكمت فيه عند الخيول والأفراس، فقط حصان مسار أو فتح ومتشعبط برجولك، ثبت نفسك عن طريق الرجول يعني من أول ركوبك لآخر ركوبك مصمك تصميك برجولك عشان ما تطيح. أين الفن؟ أين الركوب الصحيح؟ قد يكون طبعا رياضيا شيء جيد لكن ركوبك خاطئ، ما تحكمت بالحصان. فنعم ركبت الحصان بوضع صعب لكن لم تنجح في التحكم، فشلت راسب. شخص اخر راكب سرج وراكب مهماز وعصب صداره بس تحكم تحكم حقيقي لكن وضع سهل. فتجي انت في النص تقول انا جبت نتيجه هذا بوضع هذا. هذا ما اشرح للعيال شرح، خل اقول هنا عشان نوضح النقطه. جبت نتيجه جون ومارك بهيئه سعيد وسعيدان. مره اخرى، جبت نتيجة جون ومارك بهيئة ووضع خلينا نقول حالة سعيد وسعيدان، أو خلينا نقول مثلا مناحي وسعيد، يعني جبت وضعية العرب الحاليين أو أنت في وضعية العرب الحاليين وجبت نتيجة العجم أو الأجانب. هنا الإنجاز، يعني أنت تكلم عن نتيجتك اللي تراها مميزة. طب جبت نفس النتيجة في وضع أصلا من وضعك، صدارة بدون صدارة، سرج بدون سرج، عصا بدون عصا، مهماز بدون عصا، بدون مهماز، لنشات بدون لنشات، صان بارد صان حار، مكان مفتوح مكان مغلق. فالوضع أصعب بكثير، نفس النتيجة أو حتى أحسن. طب فلان نفس الشيء، فلان نفس الشيء بس ما تحكم، خلنا ننطلق كسرة حاسن. هذه أهم نقطة في الوقت الحالي، ركب سرج أو ركب بدون سرج ما يهم، ركوبك صح صح، ركوبك خطر خطر. ولكن شخص في نفس الركوب، يعني شخص ركوبه واحد إذا ركب سيرج وركب بدون سيرج، وش الفرق؟ أن الركوب بدون سيرج أصعب بمراحل، يطور بشكل أسرع، أريح للحصان، أقرب لطبيعة الحصان. لو ركب سيرج، السيرج أريح له هو، أنظف لي ملابسه، آمن منه، واحد نطيحة أقل. هذا بالنسبة للشخص نفسه، إذا كان نفس الشخص لكن. إذا قارنت بين الناس، ركوبك صح صح، ركوبك خطأ خطأ، يعني ممكن يجيك شخص يركب بالسيرج يتحكم، والشخص يركب بدون سيرج ما يتحكم، أيهما أفضل؟ اللي ركب بالسيرج يتحكم، فالتحكم هو الأساس، مو بسيرج أو بدون سيرج. ولكن لو جبنا الشخص يتحكم سرج، الشخص يتحكم بدون سرج، أيهما أفضل؟ اللي يتحكم بدون سرج. طيب شخص يتحكم بدون سرج، شخص آخر بدون سرج ما يتحكم، أيهما أفضل؟ اللي يتحكم بدون سرج. فنقول سرج بتحكم هو الوسط، بدون سرج لكن ركوبك خاطئ هو أسوأ شيء أو شيء سيء، بدون سرج تحكمت هو أعلى شيء. وهذه أهم نقطة بالنسبة لي شخصيا، اللي هي الحصول على نتائج الركوب الصحيح، طرق الركوب الصحيحة، التحكم بالحصان، الوقوف بسهولة، الرجوع للخلف، اللفات بشكل سريع وسلس، الدوران بشكل سلس، التحكم بالحصان عند الخوف كسب ثقته، التحكم بالخيل عند الحول الأفراس، رد الخيل مع الخيل، يعني مشي حصان جنب الخيل قدام الخيل ورا الخيل إلى آخره، بسهولة بدون صدارة تفرض على الحصان التقويس، بدون عصا تساعدك على تحريك الحصان، بدون سرج يثبتك على ظهر الحصان، بدون لنشات تعب فيها الحصان، بدون بدوك يجبر الحصان على عدم الانطلاق. هنا انجاز لا يمكن انكاره، يطور ركوبك بشكل سريع جدا. لا يمكن تقارن هذه النتيجه بنتيجه مقاربه لها او حتى احسن منها، بس وضع اسهل. وايضا مو بعدل انك تقارن هذه النتيجه بشخص او طريقه اخرى نفس الوضع بس ما جاب نفس النتيجه. نعم ركب نفس الوضع لكن ما جاب نفس النتيجة. فلماذا يركب بعض الناس بدون سرج؟ لأنه أريح للحصان، أقرب لطبيعة الحصان، يجبرك على تعلم